نحن مثل ما انت عم تقول، نحن مش 90 يعني 60-70% اوكرانيا اوكرانيا. اكيد الوضع نحن هلا طالما نحن ما كان عندنا مخزون استراتيجي اكيد بيأثر علينا. نحن مخزوننا كله لشهر، وعادة المخزون الاستراتيجي بيكون كل الدول 3 أشهر و4 أشهر بالدول اللي بتستورد. كيف هلا نحن هلا ما عندنا إهراءات، ما عندنا مخزن، يعني لو كانوا بدين يجيبوا ويحطوا إلى سنتين إهراءات ما حدا طلع فيها. فهلا عم يتجهوا لبعض الدول، لبعض الدول غيرها، بس بعد إن حد هلا ما عملوا شيء. إيه أكيد نحن لأن الغذاء عندنا بخطر، وعندنا حاكم مصر في لبنان هلا صار بآخر الاعتمادات، بتعرف الاعتمادات للمستورد القمح. مرة ما يأخر الاعتمادات، لأنه هذا مفروض اليوم قبل بكرة يفتحوا الاعتمادات ويستورد القمح وشوفنا بدنا نجيبه. هلا فينا نحن أرجنتين، فينا أمريكا، بس بهذه أكيد يعني الكلفة بدها تصير أعلى، الكلفة بدها تصير أعلى، والوقت بده يصير أكبر، والوقت في وقت أكثر لتوصل البواخر.